السلام عليكم. البوست هذا مهدى لمرضى سرطان اللي ياخذون علاج كيماوي شفاهم الله. طبعا العلاجات الكيماوية في تطور مستمر، لذلك مضاعفاتها بدأت تقل مع الوقت، ولكن من المضاعفات اللي يلاحظونها المرضى هو تساقط الشعر. يبدأ تساقط الشعر نتيجة العلاجات الكيماوية من أسبوعين إلى 3 أسابيع من بداية تناولها أو أخذها، ويتراوح ما بين تساقط شعر بسيط إلى فقدان كامل لشعر فروة الرأس وكامل الجسم. المعلومة الحلوة والمهمة لهم أن بمجرد ما يوقفون العلاج الكيماوي وخلال 6 أشهر يبدأ الشعر في النمو من جديد ويطلع. هذا النوع من أنواع تساقط الشعر نسميه أنجين فلوفيوم، وما في داعي للخوف منه نهائيا، وبإذن الله نمو الشعر يرجع مع الوقت.